السلام عليكم. في ده انا عايز اكمل كلام عن الترانسفورمر انترودكشن. تحديدا انا عايز اتكلم عن طريقه تانية نقدر نعمل بيها الديكودر تو انكودر اتنشن اللي اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت. الطريقه دي ممكن نسميها الكويري كي فاليو ميثود اوف كالكوليتنج الديكودر تو انكودر اتنشن او تو كالكوليتنج الاتنشن عموما. طيب اللي احنا عملناه المره اللي فاتت او في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا عندنا الاتنشن بلوك الجميل ده بتدخل له حاجه، بتدخل له الفيكتور اللي بيريبريزنت الانكودد او الديكودد سيكونس سو فار او الاوتبوتس سو فار، وبتدخل له ريبريزنتيشنز لكل الانبوتس بتاعتك او لكل الانكودد انبوتس بتاعتك، وبتخش الكلام ده جوه الخلاط اللي احنا راسمينه تحت يطلع لك a more representative vector بينكود حاجتين مع بعض، بينكود الاوتبوتس اللي طلعت so far، وكمان بينكود انا محتاج دلوقتي اركز على مين من الانبوتس بتاعتي او attend على مين من الانبوتس بتاعتي او مين الانبوتس بتاعتي more relevant للي انا عايز اطلعه later on. فالفيكتور ده هيخش على الراجل ده وبعد كده يطلع له هنا مثلا عادة بيكون سوفت ماكس اوف كل الوردز بتاعتنا. لو انت عندك مثلا الديكشنري بتاعك فيه يا سيدي 40,000 كلمة، هيطلع في الاخر سوفت ماكس، هيطلع في الاخر اوتبوت يعني في 40,000 نيورون، واعلى سكور فيهم او اعلى بروبابيلتي فيهم هيريبريزنت كلمة اللي هي كلمة ارتدي في الحالة دي على سبيل المثال، صح كده؟ حلو. فده ملخص اللي احنا عملناه قبل كده. وبعد كده رسمنا اللي جوه الاتنشن بلوك ده، او اكشلي رسمنا اللي جوه A3 عشان احنا داخلين هنا D2 بس. وات ايفر، الاتنشن بلوك ده بيعمل حاجتين. اول حاجه بيحسب الريليفنس او الويتس اللي هم الالفا 1 داش دول، وبعد كده بندخل الريليفنس ما بين ايه، ما بين الاوتبوت سو فار وما بين كل الانبوتس بتاعتنا او كل الـ يعني الهيدن ستيت ريبريزنتيشنز بتاعتنا. وبعد كده بنعمل لهم نورماليزيشن سوفت ماكس عشان يبقى السميشن بتاعهم واحد، وبعد كده بناخد ويتد افريج اوف كل الانبوتس بتاعتنا او كل الريبريزنتيشنز بتاعت الانبوتس بتاعتنا، وبنطلع اتش كاب بتاع ستيب 2. وبعد كده فدي اول حاجه ان احنا كايند اوف بناخد ويتد افريج اوف كل الانبوتس بتاعتنا، دي كده بنسميه اتش كاب. وبعد ما ناخد الراجل ده بندخله على نيورال نتورك مع دي 2 تاني ونطلع دي 2 كاب اللي احنا هنستخدمها بعد كده. طيب فدي اول طريقه او احد الطرق اللي انا بقدر اعمل بيها الاتنشن بلوك. الفيديو ده هحاول بس هنعدل الاتنشن بلوك ده لطريقه سلايتلي مور سمبليفايد عن اللي احنا عاملينه ده. تحديدا هنحاول نتخلص من نيورال نتورك بلوك ده. ده يعتبر ملخص الفيديو ده يعني. طيب قبل ما نعمل كده في حاجه ممكن نعملها. احنا شايفين دلوقتي ان الراجل ده بيعمل البلوك ده بيعمل حاجتين. الاول بيحسب السكورز الالفاز والافريجنج، وبعد كده بيعمل كومباينيشن ما بين الافريج فيكتور وما بين الراجل ده. احنا ممكن نغير بس الديزاين سيكا، نقول يا عم انا بدل او اكشلي انا خدت البتاع ده كوبي بيست تحت وهو، فبدل ما اعمل الخطوه دي هنا ما تيجي نسمبليفاي بس الدياجرام شويه. ده مجرد نفس الاوبريشن بس هسمبليفاي الدياجرام. هقول لك يا عم خلاص انا الراجل ده مش هطلع منه دي 2 كاب، لا انا هاخد الاتش ده الاتش كاب ده على طول وهو ده اللي هيطلع، يبقى ده هو الاتنشن بلوك بتاعي. طبعا ده معناه ان انا هاجي هنا في الرسمه اللي فوق دي بدل ما انا اللي طالع من هنا بدخله هنا على طول، لا هحط نفس النيورال نتورك دي تاني بس هحطها بره بدل ما هي جوه. يعني كاني هاجي هنا اقول لك يا عم خلاص اللي طالع ده هو الاتش كاب، وبعد كده هات لي اعمل لي هنا نيورال نتورك صغنطوطه كده ان ان، ودخل برده نفس الدي واحد وي اللي طالع من هنا اللي هو نسميه مثلا اتش كاب بتاع تايم ستيب 1، وطلع لي دي واحد كاب. ونفس الكلام هنا نعمله برضو، ده هو الراجل اللي تحت، فانا طالع لي هنا اتش كاب بتاع تايم ستيب 2 وي. عندي يا سيدي ادي نيورال نتورك بلوك، ودخل لي دول مع بعض. فانا بس كاني عملت سمبليفيكيشن للاتنشن بلوك ده. ده هيفيدني وانا شغال بعد كده. خلاص يبقى ده اللي انا عملته في الوقت الحالي. طيب حلو قوي. دلوقتي كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اجيب طريقه ابسط سيكه تشيل لي النيورال نتورك دي اللي انا عمال ابلايها على كل كومباينيشن او كونكاتينيشن ما بين كل انبوت والكرنت
اوتبوت اللي انا عايز احسب الريليفنس سكور ما بينهم. فقال لك يا سيدي بص، اولا نلاحظ حاجه، نلاحظ ان دي 2 ده فيكتور وده فيكتور، مفيش حاجه تجبرهم يكونوا نفس الدايمنشن، صح؟ انا عادي ممكن استخدم الهيدن نمبر اوف هيدن نيورونز في الانكودر تكون مختلفه عن النمبر اوف هيدن نيورونز في الديكودر. فدي نقطه مهمه ودي احد المزايا لو انا عامل نيورال نتورك، فانا عادي ادخل له انبوت وات ايفر دايمنشن ويطلع لي في الاخر الرقم. لكن قال لك طيب بدل ما نعمل كده تعالى نبروجكت ال H1 وال D2 ل another space يكون ليهم في نفس الدايمنشن، تمام؟ وبعد كده نحسب الريليفنس باستخدام some sort of similarity ما بين vectors او some sort of dot product في الحاله البيزك يعني. بمعنى قال لك يا سيدي بدل ما انا عندي نيورال نتورك بتاخد two vectors concatenated مثلا وتطلع لي one number، قال لك تعال نشيل كل الكلام ده وتعالى نعمل decoupling of sorts، يعني لو انا عايز اسميه decoupling، قال لك تعالى نشيل الكلام ده كده وتعالى اول حاجه نعملها نبروجكت H1 ده باستخدام ماتريكس هنسميها WK for a reason هنتكلم عنه كمان شويه، ويطلع لي فيكتور K1 بدايمنشناليتي معينه، وبعد كده اجي هنا برضو ابروجكت الراجل ده بماتريكس هنسميها WQ اختصار كويري وكي اختصار كي، هنشوف ليه المصطلحات دي كمان شويه. لكن بالنسبه لنا ده مجرد بروجكشن ماتريكس، وبعد كده هاخد الاوتبوت ده واعمل دوت برودكت. احنا عارفين دوت برودكت في الاخر بيطلع لك رقم، والرقم ده هنسميه سميه وات ايفر يعني، او عشان نبقى كونسيستنت نسميه الفا 1 داش زي ما كنا مسمينه قبل كده. فده كده ايه طريقه ثانيه اطلع بيها رقم من اثنين فيكتورز. حلو، الماتريسيز دبليو كيو ودبليو كي الاثنين دول learnable matrices عادي هيحصل لهم update بالباك بروباجيشن عادي، وبالتالي كأني هخلي النتورك تتعلم برضو ازاي تجيب السيميلاريتي او الريليفنس ما بين الديكودر فيكتور وما بين الانكودر فيكتور H1 مثلا من خلال الباك بروباجيشن. فكأني هخلي النتورك تتعلم احسن سبيس اقدر ابروجكت عليه D2 واحسن سبيس اقدر ابروجكت عليه H1 بحيث ان في الاخر يكون الاثنين دول في نفس السبيس، واقدر احسب سام سورت اوف ريليفنس متريك او سيميلاريتي متريكس سيميلاريتي متريك اللي هو الالفا 1 داش. طب بنفس الطريقه هاجي برضو بنفس الماتريكس دبليو كي، هي مش ماتريكس مختلفه، سميها الكي ماتريكس او الكي ويتس، هحول H2 لK2 ونفس الراجل طبعا ده هنسميه Q2 اختصار كويري 2. هقدر اخدها كده برضو اقول لك يا عم تعالى واعمل لي دوت برودكت او سيميلاريتي، مش لازم يكون دوت برودكت بس انا راسم هنا كانه دوت برودكت بس هو وات ايفر سيميلاريتي، طلع لي الفا 2 داش. وبنفس الطريقه هات لي دبليو كي كمان نفسها هي وطلع لي كي 3 الكي الثالث، وهات يا باشا الراجل ده هنا واعمل لي كده واعمل لي سيميلاريتي اوت برودكت وطلع لي الفا 3. ليش بعد كده الارقام دي عباره عن نمبرز هقدر اخدهم هم وادخلهم في سوفت ماكس زي ما كنت عامل قبل كده، تمام؟ ويبقى كده بقى معايا الفا 1 والفا 2 والفا 3 ويتس بتاد اب تو 1. اللي كل اللي عملته ان انا بس بدل ما كان عندي نيورال نتورك كبيره بدخل لها 2 فيكتورز وطلع لي رقم، عملت سام سورت اوف ديكابلنج، بقى عندي ويت ماتريكس واحده هنا وماتريكس واحده هنا بدل ما كان عندي سام سورت اوف مالتي لاير نيورال نتورك او وات ايفر يعني، ايفن لو سنجل لاير، عملت ديكابلنج. وبعد كده عملت بروجكشن للفيكتورز لنفس السبيس، وبعد كده باخد السيميلاريتي او ريليفنس او اتنشن او كومباتيبلتي سميها زي ما تسميها، باخد البرودكت هنا او وات ايفر سيميلاريتي، وبعد كده بعمل نورماليزيشن بحيث ان الحاجات تبقى بتقرب اب تو 1. بعد كده اقدر اكمل عادي خالص، جبت الويتس احسب لي يا عم الفا 1 اتش 1 بلس الفا 2 اتش 2 بلس الفا 3 اتش 3 وطلع لي الراجل ده. انا كده اعتبر ما عملتش حاجه غير بس تغيير الطريقه اللي بحسب بيها الالفاز. ممكن اعمل another step لو انا عايز، ده مش لازم بس at least في الترانسفورمرز
ده اللي هم عملوه، فبالتالي خلينا نمشي زي ما هم عملوا، لكن في الاخر مش لازم اعمل كده. قال لك بدل ما احسب ويتد افريج اوف الاتشز على طول، ما تيجي نعمل حاجه ثانيه، تيجي نعمل حاجه ثانيه وناخد الاتشات دي برضو ونعمل لها بروجكشن في سبيس ثاني. فقال لك طيب بدل ما اعمل كده يا سيدي، انا مش عارف ارسم فين، لحظه واحده اظبط الرسمه، طيب انا وسعت الرسمه شويه. قال لك بدل ما اخد الاتشات دي زي ما هم كده، قال لك ما تيجي يا سيدي دخل لي اتش واحد على another matrix سميها W V V اختصار value، وطلع لي هنا V واحد، ونفس الكلام اتش اتنين دخلها على نفس الماتريك W V، ف اتش اتنين هتطلع لي V اتنين، ونفس الكلام اتش تلاتة اتش تلاتة دخلها على نفس الماتريك W V، برضه بتعمل some sort of projection، ودي برضه learnable matrix، وطلع لي في 3. وطبعا الحسبة هنا هتبقى ألفا 1 في 1 بلس ألفا 2 في 2 بلس ألفا 3 في 3، ألفا 1 في 1 ألفا 2 في 2 ألفا 3 في 3. طبعا كل الكلام ده 4 تايم ستيب 2، فمحتاج أحط برضه الإيه السوبر سكيبس دول لو أنا عايز. والفاينل هسميه مثلا فاليو، أو هنسميه مثلا في كاب بتاع الستيب 2، وطلع لي هنا من الاتنشن بلوك ده طلع لي الافريج فاليو اوف الاتنشن. حلو، الافريج فاليو اوف الاتنشن دي تقدر تاخدها بعد كده تعمل بيها اللي انت عايزه زي ما بنعمل هنا، بدل اتش طبعا بقى اسمها في، وتدخلها بعد كده مع الفيكتور ده في نيورال نتورك لو انت عايز، او تعمل حاجه ثانيه زي ما هنشوف في الترانسفورمرز. بس في الاخر الاتنشن بلوك ده يعتبر اندبندنت، خلاص بتدخل له الراجل ده اللي هو بيتحول لكويري بعد كده، وبتدخل له الانبوتس دول اللي هم الكيز، وتطلع منه فاليو تعمل بيها اللي انت عايزه بعد كده فور سبسيكونت ستيبس. حلو، برضو سؤال، انا ليه بستخدم الماتريسيز دبليو في دبليو كيو ودبليو كي؟ هل ممكن نستغنى عن واحده منهم او ما نستغناش؟ الاجابه يعني ممكن يبقى في كونفيجريشنز كتير، لكن طبعا ال WQ W K at least مطلوبين لو ال dimensions بتاع D2 وال H-hat مختلفة عشان تعمل projection، لكن الماتريك W V مش لازم تكون ضرورية قوي، لكن برضه هي still بتدي network flexibility أكبر. لأن افرض يا سيدي، افرض عشان ال decoder يشتغل كويس هو مش عايز ال H-hat دي مباشرة، هو عايز still شوية شويه ترانسفورميشنز ابلايد على الاتشات دي. هو انا مش عايز لينير كومبينيشن اوف الاتشات دي، لكن انا عايز نون لينير كومبينيشن اوف الاتشات دي، او مش لازم نون لينير كومبينيشن، لان برضو انا هنا بضرب في ماتريكس فستيل ما حطيتش مثلا اكتيفيشن، وان كان نظريا لو عايز احط اكتيفيشن احط اكتيفيشن براحتي، لكن جايز يكون انا عايز ستيل بروجكشن ل another space، عايز linear combination of the H-hat لكن في another space that is more relevant للتاسك اللي انا شغال فيها. يعني مثلا say انا بترجم من انجليزي العربي، فانا عايز space معين، لكن لو انا بترجم من انجليزي الالماني ممكن احتاج space مختلف، لو بترجم من انجليزي اللاتيني محتاج space تالت، او جايز even باختلاف التاسك نفسها. فمثلا تاسك زي translation ممكن تحتاج حاجة معينة، بينما تاسك زي fill the missing word مثلا تحتاج another sort of projection. ففي الاخر انت لما بتزود matrix انت بس بتدي network flexibility اعلى في كل الاحوال يعني. حلو، فدي طريقة تانية ان انا اعمل بيها ال attention واطلع ال weighted value او ال attended value اللي انا عايزها. باقي لي بس في الفيديو ده اقول ليه بنسمي الفيكتورز دي values وكيز وكويريز. انا متخيل الناس عندها فكرة ليه، او يعني متخيلة ليه، لكن خلينا نقول برضو الفكرة ان انت تخيل، يعني احنا بنحاول نعمل زي analogy كده ما بين اللي احنا بنعمله ده وما بين database. لو انت عندك database مثلا، هتلاقي مثلا او tabular database relational database، فانت عندك، نفترض ان عندك table كده، التابل ده فيه keys وفي values، تمام؟ وفي الطبيعي، في الحالة الطبيعية مثلا say يا عم الكيس دي بتربريزنت أعمار الناس، والفاليوز دي بتربريزنت
المرتب. فمثلا عمر الإنسان، وده مرتب الإنسان. فأنا أقول يا عم عندي مثلا في الداتابيز بتاعتي ناس عندهم 10 سنين، 20 سنة، 80 سنة، أو يعني بلاش كده بسرعة، خلينا 50 سنة، 100 سنة. نقول يا عم الراجل اللي عنده 10 سنين بيكسب 200 جنيه في الشهر، واحد عنده 20 سنة ممكن مثلا نقول 2000، واحد عنده 50 سنة نقول يبقى 20 ألف، واحد عنده 100 سنة بيقل تاني يبقى مثلا ولا حاجة، بس يعني خليها 2000 برضو زي الراجل اللي عنده 20 سنة. دي الداتا بتاعتنا. فالأرقام دي، العمر هو الكيز، والمرتبات دي هي الفاليوز بتاعتنا. وانا في الطبيعي لو انا ريليشنال بستخدم اس كيو ال مثلا، هقول لك سيلكت مثلا مرتب from table تي بتاعنا where العمر is مثلا او equals 10. فدي بسميها كويري، صح؟ دي كده بسميها كويري، هات لي يا عم المرتب لو العمر يساوي 10. فكأني هبقى باندكس التيبل ده بالكي اللي اسمه 10، باندكس كده، واقوم مطلع الفاليو دي، صح كده؟ تمام. ممكن اغير كويري لو كي ايكوز 20 50 100. طيب حلو. دلوقتي لو انا قلت لك نفس الكويري دي، بس قلت لك وير العمر بدل ما هو 10 خليته مثلا 30، خليته 30، فالاس كيو ال الطبيعي هيقول لك يا عم انا ما اعرفكش، انا ما عنديش كي اسمه 30، انا عندي 20 وعندي 50. حلو. فهيقول لك لا انا ما اعرفش حاجه. طيب لو احنا قررنا نعمل ريلاكسيشن شويه للكي، وقلنا انا عايز لو انت القيمه مش عندك مظبوطه قوي، هات لي يا عم حاجه يعني ايه تمشي، حاجه فازي شويه، حاجه some sort of average يعني. في الحاله دي انا ممكن اقول يا جماعه الخمسه ال 30 ده اكشولي ما بين ال 20 وال 50، او تعالى نخليها 35 بالظبط عشان تبقى في النص بالظبط. ساعتها اقول يا عم طب انا ممكن one possible solution ان المرتب بتاعي يبقى الافريج ما بين دول. فلو انا قلت لك هنا بدل 10 قلت لك يا عم 35، عمرك 35، ممكن اقول خلاص انا الفاليو بتاعتي مش فاليو يونيك، او مش فاليو واحده اسف، مش فاليو موجوده في التيبل بشكل اكسبلسيت، لا هي هتبقى سم لينير كومباينيشن اوف الفاليوز اللي عندي. فممكن اقول ان الفاليو بتاعتي اللي هي نسميها الفي كاب في الحاله دي، انا مثلا حلمت نفسي ان انا اخد اقرب تو فاليوز واخد كومباينيشن منهم. فاقول يا عم ده عباره عن نص نص في ال 2000 بلس نص في ال 20000، فيطلع لي 10000. 10000 و1000 يديني 11000. خلاص حلوين ماشي. فدي قيمه، جبت فاليو عباره عن لينير كومباينيشن اوف الفاليوز اللي عندي. طبعا ممكن اقول برضو عباره عن زيرو في اول واحده بلس نص في ثانيه واحده بلس نص في ثالثه واحده بلس زيرو في ثالثه واحده. وممكن نعمل حاجه مور ادفانسد فيك، هقول يا عم ده خلاص ما تجيب لي 0.01 من اول واحده و0.4 من ثاني واحده و0.4 من ثالث واحده والباقي من رابع واحده وهكذا. فانا اقدر احسب سام سورت اوف فاليو هي عباره عن ويتد افريج من كل الفاليوز اللي عندي، عشان الكويري بقت كايند اوف فازي. فممكن بدل مثلا وير العمر از 35 اخليها يعني رافلي سبيكينج 35 او كلوز تو 35، فالدنيا بقت فازي. وطبعا عشان احسب احسن فاليو في كاب محتاج يكون الويتس دي اقدر اجيبها بشكل ايه، شكل مناسب، شكل مناسب للكويري. جايز يكون يا عم الارقام دي مش احسن حاجه، جايز يكون في فاكتورز ثانيه اكثر تعقيدا والموضوع مش ماشي بشكل لينير. هو هنا ايفن مش ماشي بشكل لينير، انت كل ما تكبر بتقعد تزيد، لكن في لحظه معينه بتبدا تقل تاني، فالموضوع ستيل مش لينير قوي. لكن اظن الناس عندها يعني الفكره او الانتونيشن اللي انا بحاول اتكلم فيه، ان انا عندي كويري والكويري دي فيج سيكا او رف سيكا، رف كويري سيكا، مش ريال اس كيو ال كويري. وعندي تيبل او عندي داتابيز وانا مش بتعامل معاها برضو ان هي فيري ديستينكت كيز، لا الدنيا ماشيه بشكل فيج او بشكل فازي شويه. بس في الاخر بدل ما انا بديله كي يطلع لي فاليو، لا انا بديله
كي يطلع لي some linear combination of كل الفاليوز اللي عنده في الداتابيس. فدي باختصار اللي انا بتكلم فيه. بديله كويري، الكويري دي بقارنها، يعني انا عندي كويري، كويري واحده صح، بقارنها بكل الكيز اللي عندي، وبناء على المقارنه مع كل الكيز اللي عندي بجيب الالفاز، بجيب الويتس دي، ان الكويري بتاعتي او الرقم ده اللي في الكويري بتاعتي هو اقرب لل 20 وال 50 من ما هو اقرب لل 10 وال 100. فانا الكي ده او الجزء ده من الكويري، يعني هعتبر ده هو الكويري اللي انا باندكس بيها التيبل بشكل او باخر، فالكويري دي قريبه لكيز معينه وبعيده عن كيز معينه. وانا اول حاجه اعملها محتاج اشوف السيميلاريتي او الريليفنس او الكلوزنس ما بين الكويري اللي هي 35 وما بين كل الكيز اللي عندي في الداتابيز، عشان اجيب شويه فاليوز الفا 1 الفا 2 الفا 3 الفا 4 بناء على الكلوزنس سكور ده او السيميلاريتي سكور او الريليفنس سكور او الكومباتيبيليتي سكور. ونفس الويتس دي هي باخدها بعد كده اضربها في كل الفاليوز عشان اطلع بيه الفاينل فاليو. فهي الفكره ان ده هو اللي انا بحاول اعمله بالاتنشن بلوك اللي فوق ده. انا دلوقتي عندي الدي دي بضربها في دبليو كيو فبتتحول لكويري، خلاص يبقى عندي سام سورت اوف كويري. الكويري دي عايز اجيب السيميلاريتي ما بينها وما بين كل الكيز اللي عندي، تمام؟ فعندي كويري واحده وعايز اجيب السيميلاريتي ما بينها وما بين كل الكيز اللي عندي، وده اللي بعمله هنا عن طريق ان انا طبعا الكي كي 1 كي 2 كي 3 باخد دوت برودكت، بجيب الريليفنس او بجيب السيميلاريتي وبجيب منهم الفاليوز دي، بعد كده بنورماليزهم بالسوفت ماكس، وبعد كده بحسب ويتد افريج اوف الفاليوز زي بالظبط ما انا عملت في الفازي داتابيز اللي تحت دي. فعشان كده الاوثرز بتوع الترانسفورمر بيبر او البيبر اللي اسمها اتنشن از اول يو نيد استخدموا الانالوجي دي في الشغل بتاعهم، عشان كده سموهم كي وكيو وفي. وان كان هم في البيبر ما شرحوش بالظبط يعني بشكل مفصل كفايه، البيبر دي مختصره سيكه فهي مش بتشرح كل حاجه بالتفصيل. في بيبرز ثانيه بتكون مفصله اكتر، يعني مثلا بيبر زي بيبرز الاوبجكت ديتكشن بتاع الار سي ان ان والفاستر ار سي ان ان، البيبرز دي مفصله قوي في كل التفاصيل وبالتالي بتكون سيلف كونتيند ومفهومه بسهوله. لكن بيبر الاتنشن از اول يو نيد محتاجه تكون تقرا حاجات كتير اراوند عشان تفهم هو الراجل عمل كده ليه او بيتكلم كده ليه، او الشباب يعني هو مش شخص واحد اللي عمل البيبر، هم مجموعه من الاشخاص. بس فده يعتبر بس تفسير ليه احنا اخترنا كيو والكي والفي عشان نعبر عن كل الكومبوننتس بتاعه الترانسفورمر موديول ده، تمام. طبعا مش محتاج اقول ان انا بعد كده يعني دي كده بحسب كويري واحده وكذا كي، لكن انا هريبيت كل الكلام ده على كل كويري بعد كده صح، على كل تايم ستيب من الديكورينج هنا، كل تايم ستيب من الديكورينج، كل تايم ستيب من الديكورينج بتطلع لي كويري واحده، بقارن الكويري دي بكل الكيز اللي معايا، بطلع ريليفنس سكورز، وبعد كده بجيب الويتد افريج اوف الفاليوز وخلص ستيب. بعد كده في الستيب اللي بعدها هيكون عندي كويري جديده مثلا دي 2 كويري جديده، واقارنها برده بكل الكيز واحسب الريليفنس سكور وهكذا وهكذا وهكذا. حلو، في كام ملحوظه بسرعه قبل ما اقفل الفيديو. اول حاجه عايزين بس نلاحظ ان المالتيبيكيشن ده مثلا اتش 1 ودبليو كي واتش 2 دبليو كي دول مش هيكونوا ان لوب، يعني في الاخر انا ممكن اعمل باراليزيشن بسهوله. احنا عارفين ان انا ممكن اضرب مثلا دبليو اتش 1 هيديني كي 1 صح كده، ودبليو اتش 2 هيديني كي 2، بس انا في الحقيقه ممكن اعمل دبليو واعمل اضرب في اتش 1 اتش، اعمل ماتريكس يعني فيها اتش 1 اتش 2 لحد اتش وات ايفر، هيديني في الاخر حاصل ضرب اقدر اضرب الماتريكس دي في الماتريكس دي مره واحده هيديني على طول اللي انا عايزه اللي هو كي 1 كي 2 وهكذا لحد كي 5 صح. فبالتالي ده مش سيكوينشال عادي، ده باراليزابل عادي مفيش مشاكل. فدي اول نقطه. نفس الكلام اقدر اعمله على الدي هات، وان كان طبعا في شويه تريكي بارتس هنا هنتكلم عنها بعدين في الفيديوهات بعد كده، ان انت لو انت بتعمل ديكودنج ستيب باي ستيب فانت ما عندكش اكسس لكل الكويريز اصلا ان ادفانس، فمش هينفع تعمل حط كل الديز دي في ماتريكس واحده وتضربهم في دبليو كيو يطلع لك كل الكويريز، لان انت شغال سيكوينشال
صح؟ فانت مش دايما بيكون عندك او مش هيكون عندك يعني كل الكويريز ان ادفانس، لكن هيبقى في بعض التفاصيل هنحتاج نتكلم عنها في ده، مثلا اثناء التريننج ممكن يبقى في حاجه مختلفه عن اثناء الانفرنس وهكذا، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل لما نكفر البيبر. لكن من حيث المبدا ممكن نعمل سام سورت اوف باراليزم في الحته دي برضو، برضو على حسب التاسك بتاعتك بتعمل ايه. حاجه اخيره اخيره، فاينل احنا بنحسب هنا دوت برودكت، كاني بحسب كيو 2 مثلا دوت كي اللي هي كيو 2 كي ترانسبوز، لو انا عايز لكل واحد من يعني كيو 2 كي 1 ترانسبوز وكيو 2 كي 2 ترانسبوز وهكذا، برضو بنفس الطريقه انا اقدر احول كل الكيهات دي في ماتريكس كبيره اسميها كي واحسب كيو 2 كي، هيحسب دوت برودكت مظبوط على طول، فاقدر اعمل الكلام بشكل باراليزابل. حاجه اخيره، الدوت برودكت المستخدم في البيبر حاجه اسمها سكيل دوت برودكت، كله بيعمله ان هو بيقول لك انا هحسب دوت برودكت بس هقسم الفاليو بتاع دوت برودكت دي على جذر الدايمنشن بتاع الكي او الكيو، هما الكي والكويري الاثنين اللي هم نفس الدايمنشن بعد البروجكشن. بيعمل كده ليه؟ قال لك يا عم عشان انا مش عايز الدنيا تكسبلود، يعني مش عايز قيمه الالفا 1 داش والالفا 2 داش والحاجات دي تكون كبيره قوي او يكون اتليست بعضها كبير قوي. وهما بيارجيو في البيبر ان او بيسسبكتوا في البيبر ان هما ما جربوا دوت برودكت وداوت سكيلينج، النتيجه كانت اسوأ سيكا من دوت برودكت وذ سكيلينج، وبيقول لك ده علشان لو القيم دي كبيره قوي فالسوفت ماكس وانا بحسب بقى الجريدينت هتبقى في مناطق فيها الجريدينت قليل، فبيحصل سام سورت اوف فانيشنج جريدينت وبيخلي الليرنينج ابطا سيكا، فيقول لك خلاص يا عم تعالى ايه نعمل سام سورت اوف نورماليزيشن باستخدام جذر كي علشان السوفت ماكس ما يحصلهاش مشاكل في الجريدينت. طيب يجي حد يسال انا اشمعنى هنا بقسم على جذر دي كي مش بقسم على دي كي ولا على دي كي تربيع؟ قال لك ده سام سورت اوف هيوريستيك كده الناس بتوع البيبر قرروا يعملوه، سام سورت اوف هايبر بارامتر، لكن الجستيفيكيشن بتاعه فيجلي سبيكينج بيقول لك تخيل ان انا بعمل دوت برودكت عموما زي اللي فوق ده ما بين تو فيكتورز اي وبي، فساعتها لو قلت مثلا الريزلت بتاعت دوت برودكت عباره عن سميشن بتاع اي اي بي اي، الاول في الاول بلس الثاني في الثاني بلس الثالث في الثالث وهكذا، وطبعا هنا الاي من مثلا من واحد لحد اي ايكوالز كي اللي هو او ايكوالز دي كي دايمنشناليتي بتاعتنا. فبيقول لك لو عملت اسامبشن ان كل ان كل value a i كل value b i عبارة عن independent random variable المين بتاعه 0 و standard deviation بتاعه 1 for some reason، ففي الحالة دي ال variance of a 1 b 1 مثلا هتلاقيه بيساوي ال variance of a 1 في ال variance of b 1 بيساوي 1، وده بينطبق على كل ال i. طبعا دي مش جنرال رول، يعني مش جنرال رول ان الفارينس اوف اي بي بيساوي الفارينس اوف اي في الفارينس اوف بي، لا دي مش جنرال رول، دي الرول في الحاله الفيري سبيشال دي ان كل ان الحاجات دي اندبندنت عن بعض والمين او الاكسبكتد فاليو بتاعتهم بصفار، ففي الحاله دي الفارينس بتاع كل بتاع اي اي بي اي بواحد، وبالتالي الفارينس. وعندي كمان معلومه ثانيه ان لو برضو الفاريبلز اندبندنت فالفارينس اوف اي بلس بي عموما بتساوي الفارينس اوف A بلس الفارينس اوف B. طبعا لو هما مش اندبندنت دخل معاك الكوفارينس في الحسبه، لكن عموما باستخدام التو رولز دول مع بعض هتلاقي ان الفارينس اوف R عباره عن دي كي ايفينشولي، يعني انت في الاخر عباره عن 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 دي كي تايمز هيديك دي كي، وبالتالي الراجل ده هو جذر الفارينس اللي هو كاني بحسب الستاندرد ديفيشن بشكل او باخر يعني. فده الهيوريستيك بتاع ليه انا بقسم على جذر دي كي تحديدا، لكن ممكن برضه نعتبره some sort of hyper parameter. في البيبر برضه بيارجيو ان هم لما استخدموا السكيل دوت برودكت ده مقارنه بالنيورال نتورك اتنشن اللي انا كنت عامله في الفيديو اللي فات اللي هو الراجل اللي فوق ده، لقوا الدنيا practically speaking اسرع، بالذات لما استخدموا الباراليزيشن اللي ممكن نعمله في الحاله دي بشكل سهل وبسيط. لكن عموما الاثنين شغالين كويس، سواء استخدمت هنا نيورال نتورك او استخدمت دوت برودكت، الاثنين شغالين بشكل كويس ومعقول جدا. لكن اتليست في الترانسفورمر في البيزك بيبر بتاع الترانسفورمر
كانوا مستخدمين الدوت برودكت سيميلاريتي او كومباتيبلتي كالكوليشن. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.